واحد من أنصار الإمام الحسين صلوات الله عليه يسمونه وهب، مر عليكم اسمه وهب، وهب ابن عبد الله ابن حباب أو حباب الكلبي. المصادر كلها تقول هذا شخص مسيحي نصراني، ما له علاقة أصلا من نصارى الكوفة، ومو في داخل في نفس الكوفة، لا على الأطراف، واحد عربي يعني مثل ما نقول إحنا اليوم بمصطلحنا معيدي، هو وأمه وزوجته توه متزوج صار له 17 يوم ونصراني الصليب على صدره. يوم من الأيام ما عدهم رحل ذولا بدو، خلص الماي قال الأمة يوم ما رايح أطلع أدور لكم ماي، إيه أنا بانتظاركم. طلع وهب شوية وإذا بركب قد أقبل، وركب من أول الآخر تحوطه الجلال والهيبة، المكان بر شول ما بي ماي، بس نزل وإذا الماء قد نبعت من تحت أقدام الحسين ابن علي سلام الله عليه. نزلت الطيور، صار المكان كأنما روضة من رياض الجنة. نزل مصباح الهدى، وذيك العجوزة أم وهب الطالع تقول مكان بر مقفر، شا الطيور شا الماي شا الروضة من رياض الجنة. شوية وإذا هذا واحد يمشي ونوره يتقدمه، وقف عند المضرب، صح أم وهب يا لبيك اش دراب اسمي احنا ما اكو احد يمر علينا. نعم. قال اين وهب؟ قالت والله طالع يجيب لنا ماي. قال اذا اتى ولدك فقولي له ان الرؤيا التي رآها البارحة وقد رأى المسيح ابن مريم يرشده الى الحسين، قل له ان قولي له ان حسينا قد مر علي. واذا اردت السعادة والهداية فارتحل معنا وأنا ماشي، أنا عندي نسوان وعندي أطفال، أنا رايح بدربي، بس قولي له مريت عليك والرؤية اللي شفتها البارحة ترى إجا اللي أشر عليك واللي خبروك عن. هي ظلت صافنة واقفة على باب الخيمة، والحسين رجع وركب على ظهر جوادة وتحركت القافلة. ورا سويعات إجا ولدها، هذا مكاننا مو مكاننا، أنا رايح أجيب لهم ماي الآن، هذه واحة الماي دا ينبع، الطيور نزلت. إجا وإذا صدق هي خيمته، وهذه أمه واقفة على باب الخيمة، يما هذه أنت؟ قالت إيوه. هذا محلنا تاركنكم، ما عدنا ماي، إيش صاير؟ قالت يا ولدي جاءنا رجل كأنه عيسى المسيح. عيسى المسيح من ينزل على المكان الجاف اليابس القاحل يتحول إلى أخضر، وهذا كأنما عيسى المسيح جاي لنا. منو؟ قالت يقول اسمه الحسين. زين قال لي شي خاف حلمانة؟ قالت لا والله، بس خبرني حكاية. قال لي قولي لولدك وهب إن الرؤيا التي رآها البارحة لهي رؤيا حق، وإن الذي أشار إليه عيسى المسيح قد جاءك ويقول لك إذا أردت الهداية والسعادة فالحق بنا. شوية وإذا دموع وهب سالت على خد، ايش صاير؟ ايش بيك تبكي؟ قال اي والله من البارحة انا مخربط. شنو القضية؟ قال وهب رأيت البارحة كأن عيسى المسيح قد أقبل وأشار إلي وقال يا وهب انظر إلى هذا الذي على يميني. قلت له أشوف من هذا؟ قال هذا نبي آخر الزمان واسمه محمد صلى الله عليه وسلم. وانظر إلى الذي إلى جانبه. قال بلى، ومن هذا؟ قال هذا وصيه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. وانظر إلى الذي إلى جانبهما، قال من هذا؟ قال هذا سبطه الحسين. فأشار النبي إلى وهب، قال يا وهب إن أردت السعادة والهداية فالحق بركب ولدي الحسين. أنا فتحت عيني من النوم، قلت إيش جاب محمد إلنا؟ إحنا ربايب الكنائس، إحنا رابين بالكنائس، ش علينا من عدهم؟ شنو هالحلم؟ خاف من زود قعدتي ويا المسلمين تخربطت. لكن الآن أعطيتيني حق اليقين، هذا الحسين بنفسه جاني، لكن بعد خلاص لا أطلب أثرا بعد عين. أخذ أمه وأخذ زوجته وتحول ولحق ركب الحسين، وأسلم هو وأمه وزوجته على يد الحسين. وطلعت الأم اللي توها ما صار لها كم من يوم
تقول له يا وهب قاتل دون الطيبين. روح شوف اليوم جنابك إذا رحت إلى كربلة توقف تسلم على وهب اللي كان يوم من الأيام حاط الصليب على صدره ببركات منه. إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. هذا الهدى العقائدي اللي أقول لك.